لجميع الإخوان اللي حضروا اليوم، خاصة من حي الوكالة، المناضلين المنتمين لحزب الاستقلال الذين شاركوا بهذه اللحظات وبقوة خلال هذه الحملة، وأن نحترم جميع المنافسين سواء أين كان لونهم أو تموقعهم في هذه العملية، وأن لا نمس أبدا من سلامة الأشخاص والممتلكات، وأن يكون يوم الرابع من سبتمبر يوم عيد بالنسبة لمدينة الداخل وكافة أنحاء المملكة المغربية. في أي دائرة كان، ولعل الجميع يتساءل عن أسباب ومسببات هذا الاجتماع، فلا أخفي عليكم أننا نحاول أن نعمل بمنهجية. هذه المنهجية تقتضي منا المرور في كل محطة من محطات ومرحلة من مراحل هذه الحملة إلى سرعة معينة، وخاصة بحي الوكالة جات المرحلة باش نمروا السرعة القصوى ونكتب لمن يحتاج أن يثبت له بأن احنا القوة الأولى والقوة الضاربة. حي الوكالة هو حي هو الميزان وحزب الاستقلال. نشكركم جميعا على الحضور والمتمعن في مشهدكم، يعني في صوتكم ورادع جماعة أكل على قوة العزيمة اللي عندكم جميعا واللي نحن نفتخروا بها. احنا يعني محل افتخار هذه العزيمة وهذه الإرادة اللي عندكم لأي متمعن يقرأها على وجوهكم هي اللي تضمن نجاحنا إن شاء الله يوم 4/6. نحن لما بدينا لما علمنا ترشيحنا منذ حوالي تقريبا شهرين، المشهد السياسي في الداخل أوسر الجهة كلها راك تعرفين، وبدأنا نحصد ثمار عملكم جميعا الحمد لله. حمد لله بقينا خيرات هذه البلد يستفادوا منها أبناء هذا البلد كلهم، لا فرق بيننا كامل جميعا كل أحيان، ومستطاعتنا نديرو. ونقول لكم هذه الميزانيات اللي عندنا ممكن تجعلنا كل الناس سعداء، ما يبقى بين حد خاص شيء. حسية الفاعلة الآن هذه لوائح لا يمكن أن تسير شيء، فحصوها فرق فرق، فحصوها الله يجزيك. من اللي نقول الأسماء ولكن لا يمكن أن تسير شيء. أنا نأكد لكم مرة أخرى بأني نشكركم على إرادتكم وعملكم من أجل انتزاع النصر. ديال الجهة المستقبل والسيد رئيس المجلس البلدي المستقبل، ربما هذا يشجع أكثر حتى والوكالة معروف ذاك اللي فيها، ولله الحمد لله وليله ويا ربي الحمد لله. بقى كنطلب نوصي من المؤطرين والمؤطرات، والوقت الحاسم ذا هو بركة إياه، والناس اللي تلعب على تشتتنا بيناتنا، نطلب من الإخوان كاملين كلها يصبر على صاحبه ويرسلك فيه بكلمة والله قال له شيء يصبر عليه، لأنه الوقت حاسم والناس تلوث باش تدخل بيناتنا بتشتيتنا، ويالفنا نعود عقلاء وصبارين باش نتخطاو يوم الجمعة. هو الأساس. إذا ما صبرنا في بيننا راه ما لا يصبر عليكم حد. اتكلمت وعبرت عن مشاعري وعن ثقتي فيكم انتم وثقتكم فينا، لان احنا الحمد لله انتم غنيين عن تعريف بالنسبه لنا، لان عرفناكم في مواقع الوقت صعب، وعرفناكم خبوط، وعرفناكم احباب، وعرفناكم امهات، وعرفناكم اخوات، ولا يقدر أن أعبر عن ذلك اللي نعرفه فيكم كامل. يعزز لساني
عن عبر عن ذاك الدين على بلد حي وكافي. هل الأشخاص هم العقوبة وتعرفوا الناس اللي ما تشوفكم ما هم الانتخابات بالانتخابات. وتعرفوا ممارساتها وعندها طلقة هي تبحث هي الوسيلة عندها هي القلعة اللي تقودها الناس لأن ما تعرف الوكالة، طبعا الوكالة ما يقدر يقودها شخص. ولا تشوف مرة ولا راجل ما يقدر يقودوها. يقودوها رجال وعليات والشباب عاقل، نكون من يعني اللي نتكلم عنه. ويعرف مصداقية الناس. ويعرف عنها ما جايبها. وعانينا جدا منذ سنة 1997 إلى 2015. وتماشيا مع الخطاب لصاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله وطراه، أنا أقول أنه كل هذه المحطة في 2015 هي محطة لها أكثر من دلالة في إطار الدستور الجديد في 2011. هذه المحطة أبعادها الجهوية المتقدمة وأبعادها كذلك تدبير الشأن المحلي، لأن هذه محطة حقيقة يجب إنجاحها، ويجب إنجاحها الآن داخل حزب الاستقلال. ولماذا؟ لأن كيف قال واحد المثال شعبي نتداول ليه في القبيلة أن الطويل طريق طويل والحمارة من الشاية. إذن علاش اخترت حزب الاستقلال؟ وعلاش اخترنا حزب الاستقلال؟ وعلاش طيان التحق مؤخرا بحزب الاستقلال؟ لأن طيان يفهم ما هو العمل السياسي وما هي السياسة. أنا لست غبيا، أنا لست غبيا. كان بإمكاني أن نقام خندق تجاه أنه أنه أنه، ولكن أنا أقرأ قراءة ما بين سطور السياسة. الشجرة اليانعة مثلا التي تطلق غصانها ليست كمثل الشجرة النابتة من صغرها وأوجها. فهذا التماسك ولله الحمد قائم كلما نادى المنادي ودعا الواجب الحزبي. ونحن يعني من صوت واحد ويد واحد من أجل الدفاع عن هذا الحزب، لأن هذا الحزب جميع المغاربة لا ينسون أو ينكرون ما قدمه هذا الحزب من تضحيات ونضالات في سبيل الوطن، وما حققه أيضا من إنجازات وتقدم وزيارة لصالح هذا الوطن. عندما كان يقود التجربة الحكومية برئاسة الأمين العام السابق الأستاذ عباس فاسي قبل أن يجيء الأمين العام المحترم السيد الأستاذ حميد صباط، لجميع المغاربة لا ينسون وين كل ما قدمه هذا الحزب في 4 سنوات. احنا اليوم كنخوضوا معركة نضالية، كنقول معركة نضالية، معركة إثبات الذات، معركة كما قال الأستاذ حما البابا قال معركة الانعتاق، معركة التحرر. لأن اليوم المجالس المنتخبة اليوم في ظل القيادة وفي ظل السياسة السابق افتقدت مصداقيتها، افتقدت أدوارها. حتى المواطن أصبح اليوم ما كيعرفش لا الصالحة هذه البلدية. الدورة تاع عباد ما تدوز 5 دقائق، كيدخل الرئيس يدير التصويت، كيهزو الناس يديهم، كيصوتو كدوز الدورة. في الوقت اللي مجلس مدينة الدار البيضاء بقات الدورة ديال الحزب الإداري مفتوحة شهرين، حنا عندنا كدوز 5 دقائق. اللي اليوم المفروض أن قيادة حزب الاستقلال إن شاء الله التي ستنتصر، ونحن أكيد من النصر، نحن حسمنا المعركة. احنا في شهر جوج ماشي دابا، في شهر فبراير فزنا سير الجهه ان شاء الله وفزنا سير البلد. مجموعه ديال الناس كتقول لك اسيدي هذا الراجل راه كاين انجازات، ولكن خصكم تعرفوا بان الانجازات اللي كاينه حاليا هي كاينه في اطار البي دي او، هذا برنامج البروغرام ديفلوبمون اوربان، هذا برنامج وطني. راه الشماعيه فيها غير كلام الحليه تردوا عليها، فيها الغدرون وفيها الريسور وفيها هادشي. هذا برنامج وطني ما يمنع لنا شي واحد به. الزباله اللي تكلموا عليها هذه تحيدتها وزاره البيئه اللي كان على راسها استقلال السي زاهود، وصلاح المحطه ديال المياه العديمه هذيك جات في اطار وكاله الجنوب في اطار شراكات. هذا اليوم اللي تيقول لنا الجرده، الجرده تساهم فيها البلديه 5%، واش عباد الله واحد مساهم 5 دراهم في 100 درهم وغادي يكسبها ليه؟ هذا الشخص نوعوا به وخصنا نوصلوه.
اليوم ما محتاجينش حنا الزعيق ديالو الديفيليه، محتاجين نصحوا هاد الناس، نصحوا هاد الشيء ونوصلوه للمواطنين.